على الفيسبوك راح اشوف كيف انتهت وان شاء الله ترجع تنوصل عن جديد. نستقبل اولا صاحب الدعوه صاحب المبادره احمد. اهلا باحمد. تفضل حبيبي. تفضل احمد. احمد صاحب شركه عمره 37 سنه ما شاء الله. الله يخليك. شركه شو عندك؟ انا شركه تواصل واعلاميات. اعلاميات وين؟ في المغرب. عرفت بس باي مدينه في المغرب؟ بالدار البيضاء. في الدار البيضاء كازا بلانكا. بكازا بلانكا. احمد عنده قصه راح بروي لكم اياها. احمد شاب يعني بيعرف كثير مش مثلي انا، بيعرف بالفيسبوك بالتويتر بالكمبيوتر الى اخره، وبيحب هيك يصير في علاقات على الفيسبوك وتويتر. بقى تعرف على فتاة جميلة وحلوة وكويسة عبر الفيسبوك، صار في كلام، صار في موعد، صار في لقاء، صار في حب وغرام. بعدين تطورت القصة، بعد هذه العلاقة تطورت إلى علاقة جدية. الأخ أحمد طلب يدها، خطبها وصاروا خطيبين، ودخل على بيتها، أهلها حبوه، واستمرت العلاقة، تطورت، وتواعدوا بالزواج. فجأة ذات يوم، خطيبته اسمها سوسن، ذات يوم سوسن تتصل بأخ أحمد بالتليفون، تسأل عنه مثل العادي، ما بيرد. مرة اثنين ثلاثة ما بيرد. ترجع بتحاول عبر الفيسبوك، أحمد أين أنت؟ ما بيرد. حاولت مرة اثنين ثلاثة، أحمد مش هون. بعدين اكتشفت سوسن أنه أحمد سافر. إلى أين سافر؟ إلى بلجيكا. راح أحمد، طبعا زعلت سوسن، كسر خاطرها، كانت مغرومة فيه وناوي على الزواج، وهي وأهلها كلهم عارفين أنه راح يتزوجوا قريبا. وإذ اختفى توارى عن الأنظار، هي كذبت على أهلها، قالت لهم أنا فسخت خطوبتي معه، بس ما قالت لهم أنه سافر من دون ما يعطيني أي خبر. أحمد ضرب مش حلو، نعترف فيها بس. يعني بنت بتحبك وصار في علاقة بينك وبينها ووعد بالزواج وإلى آخره، وفجأة اختفيت. أنا كنت كنبغيها بزاف وكنت نرتاح معها. طيب بس أول شيء قل لي ليش اختفيت؟ أنا عن نفسي ما عرفتش علاش اختفيت، يعني رحت على بلجيكا. يمكن خفت من المسؤولية، يمكن. طيب بس ليش ما قلت لها؟ قل لها أنا رايح على بلجيكا، عندي رايح أشتغل عشان أجمع فلوس عشان أتزوج عشان هيك. تبخر احمد فجأة، كما كانش عندي الجرأة باش نقابل ديك يعني العائلة ديالها. قابلوني بواحد الحب، واحد الفرحة، واحد الترحاب. ما كانش نقدر نقول لهم بلا غادي نترك البنت ديالكم، ولا انا ما قادرش على هذه المسؤولية، ولا فأنا اختفيت بواحد الطريقة اللي انا براسي ما عرفتش كيفاش. يمكن كنت أناني واحد شوية، فكرت في راسي، ما فكرتش في ديك الإنسانة، ما فكرتش في ديك العائلة ديالها ولا في العائلة ديالي. لأن من بعد العائلة ديالي تقلقات عليا، ولان كان شافوا المعامله ديالها معاهم كانت مزيانه. الناس اللي العائله ديالها حتى هما مع العائله ديالي كانت علاقه طيبه وعلاقه حب جميله. انا يمكن فكرت في راسي بزاف، كنت اناني. قداش قعدت ببلجيكا؟ كم من الوقت؟ تسع شهور. ونسيتها لسوسن؟ لا ما نسيتهاش، ما قدرتش ننساها. طيب رجعت على المغرب. واجهتها لسوسن؟ ما بغاتش تدار معايا في الأول، ما بغاتش. رفضت؟ ما قدرت تشوفها أبدا؟ كنت تشوفها من بعيد. طبعا زي ما بيقولوا سودت لها وجهها مع أهلها، مع صديقاتها، مع المجتمع، إنه أنت هربت. هرب هذا كان. هربت بدون سبب. شو بتعتقد راح بيكون رد فعلها؟ أنا بعرف يعني شو مكانتي عندها. بعرف مكانتي عندها، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى، كنتمنى منكم شو ما القدرة ديالكم على الإقناع إلا كان ممكن تقنعوها عليا. وكنت أنا عندي إحساس، يعني إلا شافني كنعتذر قدام الناس كاملين، قدام الأهل ديالها وقدام الأهل ديالي وقدام الجيران والناس اللي كيعرفونا وأصدقاء، فغتكون النتيجة إيجابية إن شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نحن بنشكرك انك جيت لعنا على استوديو لاو. انا اللي بشكركم وثقت فينا. الله يخليك. وان شاء الله تقدر من خلالنا ترجع سوسن يا رب. تبنوا يا رب. تبنوا عائله سوا ان شاء الله. اتمنى انا من كل قلبي يا رب. انا من جهتي بعثت الرساله الى سوسن، خلينا نشوف اذا وصلت لها واذا وافقت سوسن على المجيء. أستاذ جورج، إحنا الآن كنتواجدوا بدرب وعزة وغنشيو باش نقلبوا على الدار ديال سوسن بروس باش نسلموا هاد الدعوة ديالها. أجيو معايا نشوفوها واش كاينة. أخيرا وصلنا للبيت ديال سوسن بروس وأجيو معايا نشوفوها واش كاينة. الحمد لله. الوريدة نتاعك اسمها صوفيا مومين. لالا سوسن، حنا عندنا ليك واحد الدواء من عند الاستاذ جورج قرداحي. شنو ماشي مطبق عادي؟ قبل الدعوة ديال الاستاذ ان شاء الله. سوسن أكيد صارت هون إبرة الدعوة من الدار البيضاء. معنا أحمد. أحمد روينا القصة قبل شوي. أحمد تعرف على سوسن من خلال الفيسبوك، صار في حب، صار في علاقة، صار في خطوبة، ثم فجأة بعد هذه العلاقة كلها وكانوا مقدمين على الزواج، الأخ أحمد راح أحمد راح على بلجيكا من دون ما يخبر سوسن. طبعا سوسن زعلت وارتبكت وإلى آخره، وخبرت أهلها، قالت لها أنه هي فسخت الخطوبة. وهلأ بعد ما رجع من بلجيكا أحمد سمعت روايته، قال أنه ما كان في شيء ولا كان في أي علاقة مع حدا، أي ما كان في بنت أخرى غير سوسن بحياته. قعد 7 أشهر ببلجيكا اشتغل، بيقول جمع شوية فلوس، رجع بده يتزوج سوسن، بده يحاول يرجعها. نحن راح نساعده إذا قدرنا. هلأ بنرحب بسوسن من المغرب. اهلا بسوسن. اهلا بسوسن، كيف احوالك؟ الحمد لله. وانت؟ طمنينا ما شاء الله عليكي. الحمد لله. شو اخبارك؟ هو كيف كازابلانكا؟ كيف المغرب الحبيب كله والاهل؟ كلكم بخير؟ كلهم كيسلموا عليك. تسلم. شكرا. ربنا يخليك. خبريني كيف شغلك، بتشتغلي انت؟ ماشي الامور؟ الحمد لله. شو بتشتغلي؟ بعمل موديل وبشتغل اوتيس. أوتيس بي. حلو. سوسن، تتسألي يمكن ليش جيتي لهون؟ بدي أتشكرك إنك جيتي أولا. قبلتي الدعوة هيك بسرعة وبفرح. شفتك أنا، لأنه لا في شاشة هون كنت عم شوف لما سعيت البريد سلمتي بالدعوة. بقى أنت ما ترددتي. بقى أشكرك. خبريني شوي عن وضعك الاجتماعي، عائلتك من شو مؤلفة؟ عندك إخوة؟ عندك أخوات؟ الوالد والوالدة موجودين عايشين؟ الحمد لله. بقى كم أخ وكم أخت عندك؟ احنا بنتين وولدين. نعم ما شاء الله، 4 يعني بنتين وولدين. حلو. قالوا لي كنت مخطوبة؟ كنت مخطوبة. تركتي؟ بلكم زمان؟ زمان من الأهالي. يعني إذا تقدم لك اليوم عريس جديد كويس، يعني بتوافقي على الزواج؟ بتوافق. شو مواصفاته أنت؟ يعني شو هيك فارس أحلامك عشان نعرف؟ مين عليك على الخطوبة؟ نعم. مين قال لك على انك كنت مخطوبة؟ انا ما انت، لا ما سألت عنك انا، شو انت جاية هيك يعني هيك وعارفينك مين انت واخبارك وشو بتعملي وكيف عايشة، كل التفاصيل عنا. اوكي. معنا جهاز مخابرات منتشر في العالم العربي كله. اوكي. بقى لذلك لا، نحن بدنا نشوف اذا كنت مستعدة للزواج مجددا، يعني ده مش دي مسابقة.
مجن مسابقة مسابقة للزواج. في عنا في عنا في عنا عرسان هنا. اوكي اختار من ما انت الجائزة. انت الجائزة سوسن. ايه رأيك؟ اوكي خلاص اقوم اختار من هنا. لا مش لا مش دول. شوفي انا مرشح كمان. طيب ليك سوسن الحقيقه مش انا اللي دعوتك. انا بسعدني رحب فيكي وبشكرك انك جيتي، بس مش انا صاحب الدعوه. صاحب الدعوه شخص بيعزك طبعا، وهو يعني بواسطنا نحن دعاكي. انا سلمت الدعوه وانت شرفتينا. تحبي تعرفي مين دعاكي؟ ممكن اعرف. ممكن طلعي بهالشاشه. احمد من بلجيكا. شكون اللي جابه؟ انا جبته. ما هو اجا، هو طلب يجي. ما تبكي هلا تروحي عيونك، تعملينا قصه هلا. نروقي شوي، خليكي خليكي بجمالك هلا. هد تفضل. كيفاش صوتك؟ قدرت تحمل الضوء ديالك؟ روقي شوي. هيدا احمد اللي كان في بلجيكا. انا عارف. هو اللي وجه لك دعوة. اوكي. مش انا. اوكي ممكن امشي؟ طب ولو شفناكي بعد لسه بدك تمشي اكيد. سوسن عمالك سوسن. لحظة لحظة لحظة، حنجيب لك كباية مية. عادي شوي، انا عاوزك شوي نحكي. روقي لنحكي شوي. ولو معقولة هيك تتركينا وتتركيني هيك وحدي انا؟ لا. ولو انت بنت مهذبة وأمورة وحلوة، بس ليش بدك تمشي؟ ليش بدك تمشي؟ ما بدك تشوفيه ابدا؟ لا ابدا. طيب مسحي هون شوي. ليك بعت لك رسالة بدي اقرا لك اياها انا مش هو. اوكي بعدين بنشوف يعني. بعدين انت بتقرري بعد ما تقري هالرسالة. شوفي ليش 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 هو طلب منك تجي. خليني اقرا لك هالرسالة انا. وين رح تقعدوني؟ هون؟ يلا. شوفي شو بيقول. سامعة؟ بيقول لك حبيبتي الغالية سوسن، منذ تعرفت عليك وأنت حبيبتي، وحتى حين تركتك كنت حبيبتي. يا سوسن، لم يكن من السهل أبدا أن أفعل ما فعلت، وأعرف أنك تشعرين بمنتهى خيبة الأمل، لكنني سافرت لأكون نفسي من جديد، ولأنني لم أستطع مواجهتك بأنني غير جاهز لإتمام الزواج. أنا أعترف يا سوسن بأنني أخطأت في حقي، لكنك لا تريدين فهم موقفي، وها أنا أمام العالم كله أحاول أن أسترضيك وأقول لك أمام هذه الكاميرات أنا آسف، ولم أحب غيرك أبدا، ولا أريد أن تكون لي زوجة تحمل اسمي وتكون أم أولادي سوى أنت. يا سوسن يا حبيبتي، أنا اليوم أصبحت جاهزا للزواج، فاسمحي لي أن أتقدم أمام كل من يشاهدنا بطلب يدك من جديد. أتعهد أن تكوني زوجتي على سنة الله ورسوله، وأكون لك نعم الزوج، وأن تعيشي معي في سعادة. فقط اقبلي وسامحيني، والمسامح كريم. واضح من رسالته انه الرجل جاي يطلب ايدك من جديد، مش يخطبك، جاي يتزوجك. هو قال انه راح على بلجيكا لانه ظروفه ما كانش تسمح انه يتزوج، وكان مخجول منك، مش عارف كيف بده يصارحك بالموضوع، كيف بده يقول لك انه هو مش قادر. فراح يشتغل، بيقول انه جنى بعض الفلوس ورجع، وهلا صار جاهز. بقى بتحبي خلينا نسمعه شوي شو بده يقول. اسمعي شوي. يلا تفضل احمد، علي صوتك. سوسن باش تعطيني فرصه سمعي ليا. الظروف اللي سافرت فيها انا كانت انا براسي ما فهمتهاش، براسي ما عرفتهاش،
حاجه واحد انت كتعرفيها ومتاكده منها، عمري ما نسيتك وعمري ما غنساك، كنتي الانسانه الوحيده في حياتي. اقسم لك يا مي كنتي الانسانه الوحيده في حياتي. سافرت ندمت، ما قدرتش نبدا حياتي بلا بك. اي نجاح تنحقو الا وكنحس انا ناقصاني شي حاجه في حياتي، ناقص الانسان اللي تشاركني الفرحه ديالي، اللي تشاركني النجاحات ديالي، لانك انت كان عندك دور كبير. يسمعني؟ اه احكي اذا بدك تحكي. انت سمعتيها هلا؟ بس انت كلمي اذا بدك تردي عليه، هو بيسمعك. انت عجبتني هذيك الحاله اللي درتي؟ ما كانش لخاطري، ما فهمتش، يمكن كنت اناني شويه، انا كنعترف بهذه القضيه، كنت اناني، ولكن ما كانش لخاطري. ما قدرتش نواجهك، ما قدرتش نصارح العائله ديالك اللي كانوا يستقبلوني بحال ولدهم، دخلوا لي دارهم وعطوني بنتهم، عطوني اغلى شيء عندهم في ديك الدار، ورده ديال دارهم عطاوها ليا. ما كانش عندي الوجه باش نجي نواجهك سوسن ولا نواجه الدار ديالك، ما قدرتش، العائله ديالك ما قدرتش، ما عرفتش فين ندي وجهي منهم. فانا اليوم قدام العالم كامل تطلب منك السماعه تكون كلهمان، ونعوض لك كل ما فات ان شاء الله. وسامح كريم سوسن. سوسن قولي له اللي بدك تقولي له اياه، انت حره، ما حدا ضاغط عليكي، قرارك بيدك. كون خلي هذيك العلاقه اللي كانت بيناتنا غير عاديه في الـ في الـ في الفيسبوك وفي سميتو احسن، كون ما طورهاش بحال هكاك وما جاش عندنا كاع للدار، حتى شوهني مع دارنا لدرجه انني ولات عائلتنا فين تنجمع كيبداو يهضروا عليا، كيبداو يقولوا سوسن جا هذاك خطبها وصافي راه مشات، ما بقاش بغاها. انا ما غنسامحش اللي غنمشي. مش عصبي؟ نمشي. خليكي شوي لا شوف ليك، هو عم بيقول انه مش بارادته، يعني الرجل هو ضاع. انا كلمته قبل ما توصلي انت، سمعت له، هو قال انه ضاع، توتر، هرب من المسؤوليه لانه مش قادر كان يتزوج، وكان خايب وخايف يقول لك انه مش قادر يتزوج، هيك قال هو. بقى اذا انت بعد عندك عاطفه لإله، إذا أنت بعدك بتفكري فيه، فكري أنت إذا بتلاقي حالك إنه بيعز عليكي هذا الإنسان. كان دابا لا. هلا لا، خلص؟ يعني ما بقى تفكري إنك تبني مستقبل معه؟ ما بتعرفي؟ فكري شوي، لأنه هلا ما في شيء مستعجل، نحن مش مستعجلين. خلي وقتي. ما تحكميش لي بحال هكا، ما تحكميش لي. لحظة، بين هلالين، عندك حدا بحياتك شيء؟ في عندك حدا؟ ما بقيتش كنبغي. لا، ما في بحياتك حدا؟ لا. طيب، فإذا نحكي معه. سوسن، شوف هاك، واو، أنا تنوعدك قدام الناس كاملة. ما تطمنش أنا اللي كتخليني ما نعاودش نهرب لشي بلاد أخرى، لأن هذيك ماشي هربت ولكن بحال حاولت نلقى راسي شي بلاصه اخرى. ما كتعرفي الظروف اللي كندوز منها في المغرب، كتعرفي بزاف، والحمد لله دابا رجعت، فانا عندي مسؤوليات هنا في الخدمه ديالي، في العمل ديالي، عندي الشقه ديالي خديتها في المغرب، وانا كنت ديما كنسول عليك اخت ديالك، راه تقول لك من بعد هذا البرنامج غتقول لك، كنت ديما كنتواصل معاك، عارف اخبار ديالك، وعرفت بلي ما كان عندك شي واحد اخر في حياتك، وانا عارف بلي كتبغيني كما انا كنبغيك. اوكي، هادشي علاش سوسن انا جيت قدام هاد الناس كامل وقدام العالم كامل باش نطلب منك سماحه، باش نقول لك انا ندمان وما بقاش غادي تعاود، وكنوعدك انني نعوضك على كل ما داز ان شاء الله. والمسامح كريم سوسن، ايه رايك؟ قال لك المسامح كريم وسامحيني، وعنده بيته وشقته وشغله. شنو باش غادي نعرف بانه ما غاديش يبقى يعاود يدير لي هكا؟ سمعت؟ الضمانات شي سوسن، انا ما بقيتش راسي في شي بلاصه اخرى غير كلشي. الضمانات انا عاد قدام هاد الناس، قدام الله سبحانه وتعالى. غنعيش معاك العمر كامل. شو رايك سوسن؟ اي رايك؟ انت يعني صفي عقلك وذهنك وخذي قرارك بوضوح. هل هذا الشاب بيعني لك بعده؟ هل
له معنى بحياتك بعد؟ جاوبيني على السؤال هذا أولا. أوكي. بيعني لك؟ طيب. يعني عندي اختيخة بكلامه؟ شوية. هل هيك حسيتي بشوق لإله لما كنتوا منفصلين؟ حسيتي بشوق؟ ديكي بدأ الانشراح على وجهه. واحد لإيمان. سوسن. هو موجود بالستوديو، في هالستار بينك وبينه. بتحبي تقولي له أنا مسامحتك والمسامح كريم؟ يكون عال. ما بتحبي ترجعوا كل واحد لوحده إلى 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 المغرب. تاخذي قرارك. بدها شجاعة ما هيك؟ خلاص مسامح كريم. مسامح كريم، مسامح كريم عرفته. أنا بحضر معك. هون. مبروك. بس ليك في وعد شرف مش أمامي، أمام ملايين الناس وأمام الله، إنه أنت الضرب اللي عملته قلت لك ضرب نذالي كان، لازم يكون عندك الشجاعة تخبرها بكل شيء. شكرا. يلا باي. شكرا. تفضل تفضل روحوا سوا. يعني في مثل بالفرنسي بيقول حلك حلو كتير القصص اللي بتنتهي بفرح بسعادة. بتمنى لهم كل التوفيق وإلى قصة جديدة مع